احفظ الله يحفظ. قال ابن رجب رحمه الله كما في جامع العلوم والحكم قال: وحفظ الله عز وجل للعبد، إذا حفظك الله فهناك نوعان من الحفظ: الحفظ الأول من الله للعبد أن يحفظ عليه دنياه فيحفظ نفسه وماله وولده وأهله، يحفظ الله عز وجل له ما يتعلق بمصالح دنياه. ومن لم يحفظ حدود الله وحقوق الله وأوامره ونواهيه، قال ابن رجب رحمه الله، فإن الضر يأتيه من ماذا؟ من أناس يرجو منهم الخير. ولذلك قال الفضيل ابن عياض: إني إذا عصيت الله أرى ذلك في خلق دابتي وخادمي، يعني ليست أخلاقهم بتلك الأخلاق التي عهدها لأنه عصى الله عز وجل.